الملكة سوبكنيفيرو، واحدة من الملكات القليلين اللي حكموا مصر، وده خلال الأسرة الـ12، وهي بنت الملك أمنمحات الثالث وأخت الملك أمنمحات الرابع، وتولت الحكم من بعده، وجلست على عرش مصر لمدة 3 سنين و10 شهور و24 يوم، وده وفقا لما تم ذكره في برضية تورين. والشيء الملفت للنظر إننا في أحد تماثيلها واللي موجود دلوقتي في متحف اللوفر بباريس شفناها بتجمع بين الهيئة الأنثوية والذكورية في ملابسها، فظهرت بفستان نسائي عاري الكتفين ولبسة من فوقه النقبة الملكية الذكورية، وكمان لبسة على رأسها النمس، غطاء الرأس المخطط واللي اتشهر بيه ملوك مصر القديمة، وكل ده في محاولة منها لتأكيد شرعيتها وأحقيتها في الحكم. ونهاية حكمها غامضة ومعثرناش على مقبرتها، واللي من المتوقع انها تكون في الفيوم، لكن في كل الاحوال بوفاتها بينتهي عصر الاسرة الـ12. وبس كده، كانت معكم سالي احمد، حافظوا على اثاركم، تحموا تاريخكم، بتمنى لكم هيرو نفر.